بتعرفي إني ماني مبسوط أبداً لأني شايفك هون؟ أبداً. ملاحظة؟ لا، أنت مو ملاحظة أي شيء. مانك قدراني حتى تشوفي أو تعرفي شو هو رأيي فيكي. يمكن أنت هيك مفكر كاران. شايفة العصبية واضحة بعيونك. آه، عن جد؟ هالشي حلو كتير. إذا كنتي قدراني تشوفي العصبية بعيوني فمعناتها ما في أي سوء تفاهم بيننا، وما رح يكون عنا شي مخبى. يعني طبعك هاد أنا ما رح أفهمه غلط وقول عنك بنت لطيفة أبدا. ولا تفكري أني رح أتخلص من عصبيتي. إيه بعرف. تعرفي إذا بتعرفي ليش أجيتي لهون لكان؟ إذا كنتي بتعرفي إني ما رح أقدر خبي تعصيبي وأتشوفك، ليش أجيتي لهون لكان؟ يلا قولي، احكي. ماني مصدق هالشي هاد. طلعي شو عملتي فيني يا بريتا. طلعي، ما كنت هيك، ما كنت عصبي لهالدرجة. أنتي الوحيدة المسؤولة عن كل شي. معك حق بشي واحد، أنت بعمرك ما كنت هيك. بس لا، مو أنا المسؤولة عن هذا الوضع. أنتي، أنتي المسؤولة عن الوضع اللي صرت عليه. بتعرفي حالك. ليش جيتي له؟ ليش؟ قولي. أنتي بتعرفي أني رح طلعك من البيت فوراً إذا شفتك قدامي هون، ما هيك؟ وبتعرفي أني حتصرف بجنون. أنا ما أجيت لأنه هيك إجا عبالي، أجيت مشان خالتي راكي، هي اللي أصرت على هذا الشيء وأنا ما قدرت أرفض. حلو، عن جد؟ جيتي مشان الخالة راكي؟ روحي حاولي تخدعي شخص تاني بوشك البريء هاد يا بريتا، لأنه أنا بعرف شو هي حياتك. مانك بريئة مثل ما بتبيني للعالم. أنت إنسانة متآمرة، تعمل أي شيء كرمال مصلحتها، وما بتهمك حياة الناس، ما بيهمك حياة حدا غير حالك وبس. لو سمحت بكفي. امبارح سمعت كل شيء قلت لي اياه، بس اليوم خلص ما رح اتحمل اتهاماتك ضدي. انا بنت محترمة ودائما بهتم بحياة الناس، وانا كتير بحبها وبحترمها لخالتي راكي، ولهيك جيت اليوم. لو ما انا غالية على قلبي ما كنت اجيت لهون. طبعا كنت رفضت فورا، وكنت شرحت لها انه ما بدي اجي مشان ما اشوف وشك. صدقني مو حابة اشوف وشك كاران لوترا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.